الو، ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. بقولك ايه، امي ساعه كده وجايالك. يا لهوي، اهلا وسهلا، تشرف. عايزك بس تظبطيها وتكرميها اخر كرم. حاضر حاضر طبعا اكيد. يا ربي اعمل ايه دلوقتي؟ يا رب العيال ما يكونوش بهدلوا الدنيا بره. على راسنا وعسوهنا يا ستلس. يا لهوي، ايه اللي انتوا عاملينه في الشقه ده؟ بنلعب يا ماما، بلاش نلعب يعني. وانتوا يعني ما تعرفوش تلعبوا غير لما تبهدلوا الدنيا؟ مش انا، دي كورما هي اللي بهدلك. ايه ده، مش دي الحيل بتاعتي؟ ايه اللي جابها هنا كمان يا كورما؟ مش انا جبتلك مطبخ يا حبيبتي تلعبي بيه؟ انت بتلعبي بالحاجات بتاعتي ليه؟ العب ماما، العب حاجات اطبخ يا اختي. ما تطبخي في المطبخ بتاعك، سيبي المطبخ بتاعي في حاله. لم لم يا ولا يوسف بسرعه، والنبي حماتي القرصانه جايه. وانا مالي، هي اللي بهدلك يبقى هي اللي تلم، انا ماليش دعوه. يعني هي هتلم ازاي يا يوسف؟ يعني هي صغيرة، لم معاها يا حبيبي. لا انا تعبان. والله وتعبت امتى؟ جالك التعب ده كده فجأة؟ انا بكح. شايفة يا ماما انا بكح ازاي؟ لا والله، وكمان بتمثل، خلي بالك الكذب ده حرام. بس انا مش بمثل ومش بكذب، انا تعبان بجد. والله ولو جم صحابك دلوقتي خبطوا على الباب اقولك تعالى يا يوسف العب معانا كورة، هتطلع تجري. لا يا ماما مش هطلع اجري ولا حاجة، انا تعبان. صبرني يا رب. روح شوف مين. يا رب ما تبقاش حماتي. ماما دول اصحابي عايزين نلعب كوره. وطبعا انت قلت لهم لا عشان انت تعبان. انا مش تعبان ولا حاجه، ورايح العب معاهم. ها؟ يا سبحان الله، خفيت كده في ثانيه. ربنا قادر على كل شيء يا مؤمن. مفيش نزول يا حبيبي غير لما تروق لي الحته دي وتخليها زي الفل. لا يا ماما انا عايزه العب كوره، العيال هيخلصوا الماتش. ما يخلصوه ولا يتنيلوا. انت عايزه تسيبني لوحدي اقعد اروق ولا اطبخ ولا اعمل ايه ولا ايه؟ وحماتي دي جايه اعمل لها ايه دلوقتي؟ ما تيجي وانا مالي. ما انت لازم تساعدني يا ابني، حرام عليك. تسيبها قد كده يرضيك يعني؟ سمعني كلمتين تسمي بدني بيهم. يا ماما عايزه انزل بقى، يا ماما العيال هيلعبوا ويسيبوني. لا انا قلت لا يعني لا. ماشي انا هتصل ببابا. لا يا ولا خوفتني. الو، ايوه يا بابا. ايه يا يوسف يا حبيبي، عايز ايه؟ ليه يا يوسف انت عملت ايه؟ اكيد عملت حاجة وهي مش هتنزلك. ما عملتش حاجة، خد قولها خليها تنزلني. هقول له لا برضه. ماما لو انت قلتي لا انا هقول لبابا ان انت قلتي حماتي القرشانة جاية، وهقول لتيتا ماما قالت عليكي ان انت قرشانة، ايه رأيك بقى؟ ها؟ لا وعلى ايه؟ انزل يا حبيبي، روح العب وانبسط. ايه؟ خلاص يا بابا، ماما وافقت. شكرا يا بابا، باي. شكرا يا ماما، يا حبيبتي انا بحبك. وبعدين اعمل ايه انا؟ كارما يا حبيبتي قومي لمي الحاجات اللي انت مبهدلاها في الارض دي، ماشي؟ لا نو عشان خاطري. لا ماما العب بيهم. العبي في المطبخ بتاعك يا حبيبتي وجيبي الحاجات دي بعدين. لا ماما نو. وبعدين بقى انا هعمل ايه؟ انا هقعد اتعب نفسي؟ ما كده كده هتسمعني كلمتين، روقت هتسمعني كلمتين، ما روقتش هتسمعني، طبختي ما طبختش برضه هي، مفيش فرق بقى. يبقى خليكي يا بنت العبي براحتك. ايه مبسوطه يا روحي؟ العبي ولا يهمك، في عندي كام طبق جوه ادخل اجيبهم لك. طبق ماما ولا وسوكه يا اختي سمال اللي انت عايزاه، ده انا هجيب لك المطبخ كله. يلا كده كده خربانه. يا لهوي، جت اعمل ايه؟ اهلا يا حماتي، شرفتي والله ونورتي. اهلا يا حبيبتي. انت ما تعرفيش اول ما قال لي فرحت قد ايه ان انت جايه. بقول لك ايه، انا ما بحبش الكذب والحوارات. اخس عليكي يا حماتي، والله بحبك، ده انا من حب فيكي خلفت بنت شبهك. مين دي اللي شبهي يا حبيبتي؟ المعفره دي شبهي؟ لا يا حبيبتي انا احلى طبعا. طبعا طبعا يا حماتي انت احلى. ويا اختي العفانه اللي انت فيها والتراب والكركبه والبهدله دي. والله اعمل ايه بس يا حماتي، العيال مغلبني، ما بيحللهمش اللعب غير لما يبهدلوا الشقه كده. عشان انت ام فاشله، انا كانت عيالي زي الفل والبيت كان بيبرق. قومي يا بنت يا كارما، لم اللي انت مهببه ده اهو، ايه القرف اللي انت فيه ده؟ بيتا فو. بس يا كارما عيب، شفتي تربيتك؟ ما انت ما عرفتيش تربيها. اشي بيتا اشي، وحشه قوي. انا وحشه يا معفنه؟ ما انت شبه امك، انت هتجيبيه من بره. خلاص يا حماتي، انت هتعملي عقلك بعقل البنت الصغيره دي؟ مش فاهمه حاجه معلش. والله لو ما عرفتي تربيها هلا اجيبها لك من شعرها كده واربيها لك. ماما خلي
معلش معلش يا كارما، العبي يا حبيبتي بحاجاتك. معلش 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 يا كارما، اختي ده تكميل عليك وعلى تربيتك. فين يا اختي حبيب قلبي يوسف؟ بيلعب كرة مع اصحابه. ايوه خليه يلعب وينبسط، حبيب قلبي ده طالع عليه. اوف، روحي يا اختي اعملي لنا حاجه ناكلها ولا نشربها بدل ما انت واقفه عامله شبه خيال المقاتة كده. حاضر يا حماتي. طب اتفضلي اقعدي استريحي. ما انا هقعد يا حبيبتي واستريح، بتبني لازم اقعد واريح وافرد رجلي. امال ايه، انت جايبه حاجه من بيت ابوكي؟ صبرني يا رب. بتبرطمي بتقولي ايه؟ بقولك تاكلي ايه يا حماتي؟ انت طبخة ايه ان شاء الله؟ لا انا ملحقتش اطبخ، بس انا هطلبلك اللي انت عايزاه. يا لهوي، وكمان ملحقتش تطبخي ليه يا حبيبتي؟ وعايزة تغرمي الواد الشقيان التعبان ده هو كمان في اوردرات. يا لهوي عليك وعلى حظك المنيل يا ابني. انا قلت له ابني بلاش بلاش، البت دي خايبه وهبله ما بتعرفش تعمل حاجه. قال لي لا يا ماما بحبها، حبك بورس. ده انا ابني ده هديه، اي واحده في الدنيا كده ملكه جمال تتمناه، مش رايح جايب لي واحده مش عارف جايبها منين. مين ده اللي هديه؟ ابني يا حبيبتي. ايه مش عاجبك كمان؟ لا عاجبني طبعا. امال ايه كلامك كده مش مريحني؟ مش كفايه ولا مأكلك ومشربك وملبسك وحطك في بيتك وعاملك ملكه، كمان مش عاجبك؟ يا لهوي عليك يا ابني على حظك المنيل. ماشي يا حماتي، شكرا، كتر خير. تيتا جت، تيتا جت حبيب تيتا، يا روح تيتا تعالى في حضني. يا رب صبرني يا رب واليوم ده يعدي على خير. حبيبي والله تيتا انت وحشتيني قوي. وانت كمان يا روحي. انت هتبات عندنا صح؟ يا رب تقولوا لا يا رب. لا يا حبيبي انا هقعد ساعتين كده وامشي. لا يا تيتا باتي، خليكي هنا قاعده اسبوع 3 4 5 قولي على طول معانا. يا ابني الجسمه وربنا لا قتلك. معلش بقى يا يوسف مره تانيه. لا والنبي والنبي عشان خاطري يا تيتا. خلاص عشان خاطرك هبات يومين. ها؟ ولا انت عندك مانع يا مرات ابني؟ ازاي ده، انت تنورينا والله. ايوه يا حبيبتي طبعا، بتبني براحتي اقعد فيه زي ما انا عايزه. طبعا يا حماتي. بتقوليها من تحت الدرس ومن غير نفس. وبعدين بقى يعني عليك وعلى حظك المنيل يا ابني، مش عارفه ازاي هتقعد في الكركبه والبهدله والتراب دي. يعني الواد شقيان وتعبان وفي الاخر يرجع كده يلاقي العفانه دي يا ربي، وكمان ما يلاقيش حته لقمه تسند قلبه. يعني عليك، ده ابني ده هديه. بقول لك ايه، مش ابنك ده هديه؟ ايوه طبعا ده هديه، اي واحده كده تتمناه. طب الهديه دي انا برجعها لك يا حبيبتي، خديها ليكي. ها؟ يلا بينا يا بنتي يا كارما. يلا ولا يا يوسف. لا انا قاعد مع تيتا. راحتك في 60 داهيه. داهيه اما تشيلك، ما تدعيش على الواد يا حبيبتي. الحمد لله يا غارت في داهيه. ولا يا يوسف، راح تقول عشان نكسرها وراها. حاضر. ايه يا حبيبي؟ هي ماما كده مشيت بجد ولا بتهزر؟ لا يا حبيبي غارت في داهية. لا انا عايز ماما. مامة ايه يا ولا، خليك معايا. لا ماليش دعوة انا عايز ماما، انا هطلع اجري وراها عشان احصلها. خد يا ولا يا ابن الجزمة. ايه يا ماما عاملة ايه؟ كويسة يا حبيبي. امال فين ام يوسف والعيال؟ اول ما جيت يا حبيبي هزقتني وبهدلتني كل ده عشان بقول لها ايه الكركبه دي يا بنتي، ما تروقي واعملي اكل لجوزك. ما سلمتش منها، وفي الاخر قالت لي والله ما انا قاعده. بقول لها ليه كده يا بنتي، ده ابني ده طيب وابن حلال، ده هديه من ربنا. راحت قالت لي خليهولك انا هرجع لك الهديه دي. ها؟